في هذه الفترة الأخيرة شخص لا يعرف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كثير من الناس لا يعرفون، ما يعرفون، وعذره أن الكلمة لم تصله. لكن ابن هذا الشخص كان الله سبحانه وتعالى قد نور قلبه بولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الابن يخشى أن يناقش أباه، لأن تعلمون أنه في البحث وبالمناقشة لعله تكون هنالك بعض الحدة، ما يناقش أبوه، ولكن يعطي كتابا واحدا لهذا الأب، كتاب واحد، يقول يا أبه اقرأ هذا الكتاب. هذا هو الأب، يأخذ هذا الكتاب ويقرأه. بعد أيام يتمرض الأب، تشتد حالته ويموت بهذه العلة، ولا يقول شيئا لا سلبا ولا إيجابا حول ذلك الموضوع. في الليل يرى الابن أباه بالمنام، ويراه في حالة جيدة وفي وضع جيد وبيده ذلك الكتاب. يقول الأب لابنه: لم ينفعني في هذا العالم إلا هذا الكتاب، وهو كتاب المراجعات للسيد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب هو الذي نفعني في هذا العالم. تبين أن الرجل طالع هذا الكتاب واقتنع بما في هذا الكتاب، ولكن الأجل لم يمهله لإظهار ولائه لأهل البيت. إذا وصلت كلمة أهل البيت، إذا أوصلنا الصورة الحقيقية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى من لا يعرفهم، ربما لا تجد إلا القليل، وهم القلة المعاندة الذين لا يقبلون. وإلا بقية الناس إذا عرفوا الحق، فإن الناس إذا عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا.